السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا بنتكلم على البايثون، فالبايثون ممكن تكتبه بأكثر من طريقة. يعني لو انت بتتكلم مثلا على الريفت نفسه، فممكن تكتبه في قلب الداينامو من مانج، تقدر تدخل على الداينامو وهيديك فرصة ان انت تكتب بلغة البايثون. او ممكن تقول له لا، ده انا عايز اعمل ماكرو مانجر، وتقدر تكتب زي ما انت عايز وتبقى جوه الملف المشروع انت شغال عليه. او ممكن تعمل من خلال الاي بي اي برنامج وتولز تقدر ان انت تضيفها هنا من خلال البايثون برضه. زائد ان في بعض التولز بتديك ان انت تكتب في البايثون. خلينا نقول له مثلا احنا عايزين نعمل ملف جديد، وتيجي هنا وتقول له انا عايز اكتب ملف بايثون، فتلاقي بايثون سكريبت هنا وتقدر تكتب اي كود انت عايزه. وكذلك لو جيت ماكرو مانجر هتلاقي ان هو بيديك ان انت تعمل بلغات معينه، لا اما سي شارب، لا اما الفيجوال بيزك دوت نت، لا اما روبي، لا اما بايثون. النصيحه لا اما سي شارب لا اما بايثون، لان بقيه اللغات مش هتلاقي التوتوريال او شرح ليها. وهنا ادنس عندي حاجه اسمها انتراكتيف بايثون شيل، ممكن نبدا ان احنا نشتغل بيها. او ممكن تشتغل على حاجات شبه الدوس كده، تكتب الكود اللي انت عايزه. او ممكن عندنا فيجوال استوديو او اي حاجه تانية. يعني في حاجات كتير جدا بتسهل لك ان انت تكتب اللي انت عايزه. على سبيل المثال مثلا هقول له اكس بتساوي 5، خلاص هو كده خزن عنده في الذاكره ان لو طلبت منه الاكس يديني انها بتساوي 5. لو قلت له برنت وقلت له اكس هتلاقي قال لي انها 5. طيب اقول له مثلا ان الواي بتساوي 6، واقول له بقى ان الزد بتساوي مثلا اكس زائد واي، اقول له بقى اطبع لي برنت اطبع لي الزد، قال لي ان هم 11. طب بلاش تطبع لي، اضرب لي. تمام، اقول له بعد كده بقى برنت، قال لي ان هم 30. الاكواد دي مش فارقه انت بتكتبها في اني محرك او اني منصه اي دي اي، انما هي ثابته في كل الحاجات اللي انت هتكتب فيها ان شاء الله. طيب لو انا قلت له مثلا اكس واي وزد، عايز مثلا اجمعهم اطرحهم الحاجات دي كلها، مفيش مشكله خالص. يعني خليني اقول له مثلا ان انا عندي مثلا الاي بتساوي الزد زائد الواي في الاكس. تمام، هو بيعمل ايه في الترتيب بتاعهم؟ عملية الضرب الأول وبعد كده القسمة وبعد كده الجمع وبعد كده الطرح، أو لو في حاجات بين قوسين بيبدأ إن هو يشوفهم. أقول له برنت اطبع لي ال اي، فهو بيبدأ يشوف عمليات الضرب الأول وبعد كده يدخل في عمليات الجمع، ناخدهم بالترتيب. طيب عندي حاجة تانية برضو، لو أنا قلت له إن ال اي دي بتساوي ديت، دي معناها إيه؟ أس كذا، يعني واي أس إكس. يعني لو انا عندي 4 اس 2 هيضرب الاربعة في الاربعة. تمام، هقول له انتر، هقول له اطبع لي بقى الاي، هتلاقي الرقم بتضعف لان هو مبقاش بيضرب، لا ده بقى اس. طيب ممكن بعد كده تعمل ايه؟ ممكن خلينا نكتب نص مثلا، هقول له برنت وبين قوسين عايز ابدا اقول له الرقم، اقول له ايه من القوسين الصغيرين دول هو النص، هقول له مثلا the number is، ودي مسافة، واقول له زائد، واقول له اكتب لي ال e. هنا جاب لي رسالة خطأ. ليه؟ لان ال e ده رقم فانا بحاول اجمعه على نص. طب ايه الحل بتاعها؟ الحل بتاعها ان انا هقول له str واحطها في قوس، يبقى انا كده عندي ده نص وده نص. The number is، الرقم ده اصبح رقم عمارة، رقم حارة، رقم البيت، فما يعني ما ينفعش ان انا اجمعه واطرحه، هو خد الرقم خلاص بدأ ان هو يتعامل معايا. عكس كده لو انا عايز احوله، لو انا عندي الرقم ده عايز احوله لرقم، فبقول له integer وادي له الكتابة السترينج، هو بقى integer دي حولها ل رقم ينفع ان احنا نتعامل معاه. طيب لو عايز اعرف نوع المتغير هقول مثلا برنت
برنت وافتح القوس واقول له طيب، طيب دي داله موجوده جوه البايثون اقدر من خلالها ان انا اعرف الغاية ده نوعه ايه. فهقول له مثلا انا عايز الاكس، فيقول لي ان هو انتجر، انتجر يعني عدد صحيح. طيب هقول له بدل الاكس دي انا عايز مثلا هديك 3.6 مثلا، تمام. فقال لي ان هو فلوت، فلوت يبقى فيه كسور. طيب لو قلت له خد نص مثلا، مثلا ايجيبت، فيقول لي ان هو سترينج. طيب لو قلت له انا عايز تايب ترو ال اور فولس، بس لازم يكون اول حرف كابيتال، فده بولين اللي هو يعني صح او غلط. طيب لو انا عايز مثلا اديله المتغير بتاعي عباره عن نص طويل شويه، واقول له مثلا ان دي بتساوي، وهديله 3 بقى من الاقواس ديت، وتكتب بقى اي حاجه انت عايزها، مثلا ايجيبت، انتر. لسه هو مكمل معايا، تقدر تكتب جمل كتيره ويفضل يكتب ويحتفظ بيها لحد ما نجي اديله التلات اقواس، كده عارف ايه ان خلاص انا خلصت. فلما اقول له بقى برنت اطبع لي الدي، انتر، هيروح طبع لي الكلام ده كله مره واحده.